السلام عليكم. اي السلام عليكم خويا، كان الوالد مريض، جبته النهار الاثنين لي زيرجونس، دخلوه الانعاش الاثنين الثلاث، طلبوا مني الدم. الوالد كان عيان بالكلاوي وبالبروستات. مشيت انا جبت لهم الدم، سولت الفرمليات ما قالت لي راه صافا شويه الحمد لله ولا كيتحسن. جبت لهم الدم، واحد الفرمليه بغيت نشوفه ما بغاتش تخليني نشوفه، توسلت ليها بجميع الوسائل، توسلت ليها تنبوس لها ترجليها لدرجه انه صافي انا نكون مدلول ليها، غتخليني نكون عبد ليها وتخليني نشوف غير الوالد. الوالد غير واحد دقيقة ولا جوج دقائق نبوسو نعنقو، شم ريحته بارك عليا ديك الساعه، لانه مولف دائما حدايا، دائما كل صباح كتخرج كتشوفو كتبوسو تعنقو دوي معاه تضحك معاه شويه صافي تزيد فحال خدمتك، تعاود ترجع فحال كتاخذ ان دوز ديال الدواء ضروري كتاخذ هذاك لا دوز ديالو هكا. حرمتني منه، انا كندعي لها الواحد القهار يحرمها. قالت لك لا بروسيدور، قلت لها واخا ما كاين حتى مشكل لا بروسيدور اوكي. لا 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 هذا الاربع عيطوا عليا في التليفون، الو السلام عليكم، بركه في راسك، راه الوالد راه مات. كيفاش مات؟ هو خليته مزيان وكل شيء، جلكم لكم الدم وغديروا ليه الدياليز هذا. قالت لك راه مات، تجي تجي الاداره وهما غادي يشرحوا لك شنو كاين. فاش جيت اخويا مشيت للاداره، خويا وواحد ولد خالتي هبطوا، جبنا السيد اللي غادي يدير، فهمتيني، اللي غادي يغسلوا هذا. فاش شافوا السيد ماشي هو هذاك، عيط عليه في التليفون هذا، قال لي اجي راه وقع غلط. انا جيت كنجري، قلت واقيلا يمكن ما ماتش 50% في الكولورا، جيت كنجري بحال المسطي، واحد جريه هستيريه. فاش جيت لقيت مشكل، شنو هو؟ بانه الوالد ديالي اختفى مشى، وكاين واحد السيد اخر قال لي هذا هو با. قلت لهم لا ما يمكنش، دو لا بروميير فيو كمل دو لا بروميير فيو لقيتو ماشي هو هذاك. قلت له واخا اسمح لي هذا با ماشي هو هذا، فينا هو با؟ شفنا هذيك لاكاز، شفنا لاكاز اللي فين كيكون هوايا، السميه هي هذيك ولكن هو ما كاينش. السيد اللي كاين قال لك هذا هو. قلت له لا اخا اسمح لي با، فينا هو؟ جبتوه ليا صافي من تماك. هذه هي الحاله خويا اللي وقعت، دابا شنو الواقع؟ شنو دابا قالوا اللي معاكم؟ شنو غادي يديروا معنا خويا؟ الواقع هو غادي يبقى هو كما هو عليه. الوالد راه هو مدفون، دفنوه ناس الحمد لله، الناس طيبين اللي دفنوه، فهمتيني ولا لا؟ لا باقي ما شفناش، لا باقي ما شفناش، باقي ما شفناش الوالد، باقي ما شفناش. يلا غادي نشوفوا واقيلا يمكن تدفن بسميه اخرى. هذاك خرج الجثه ماشي هي مطابقه للاسم، يعني واحد الخطا فادح اصلا ما خصوش يكون كاع ديال المستشفى، يعني خطا فادح. ومني كيتوشي الصحه راه يعني راه مشكله، يعني توشيتي البلاد، ملي كتوشي البلاد يعني راه صافي ما كاينش، البلاد ما بقاتش في عهده ديال ايدين امينه، يعني شكون اللي غيدافع على هذه البلاد؟ راه انت وانا، الا ما كنتيش تصحيح قوي اللي تهز الكلاش وتقدر تدافع عليها باستماته، راه خويا مشات لينا البلاد. ودابا شنو أيوة. داروا معكم في السيد اللي تغسل باقي هنا ولا تا هما الدواء؟ السيد اللي يلا غادي يتغسل، يلا تغسل دابا يا واقيلا سي بوسيبل، هذه هي لومبيلونس اللي غادي تديه، وغادي نمشيو معاهم باش نشوفوا القبر ديال الوالد. اذا خاص دابا باش غتغيروا الاسم ديالو، كيفاش غتعرفوا هذاك هو الوكيل ديالو؟ خويا دابا عطاونا واحد التصريح ديال الدفن باش على حساب التغيير ديال هذاك ديال هذاك الاشهاد وديال تماك اللي في المقبره، باش نعرفوا الوالد بالضبط، باش نديروا الاشهاد ديالو هذا بالسميه ديالو الحقيقيه. وفي نفس الوقت هذا الشيء، هذه المسائل ضروري غتكون فيها متابعه قضائيه، ضروري غتكون فيها متابعه قضائيه، لانه لو ان الى مشيت انا واستهزيت ودرت الاستهتار من جهتي انا في هذه القضيه هذه، يعني راه صافي راه غادي يمشي الصحه غتمشي، انا نستهتر وانت كذلك، هما تتنازل والاخر يتنازل صافي مشينا. اذا حنا هما مالين البلاد، حنا هما ولاد البلاد، حنا هما مالين البلاد، حنا هما مالين الوطن، حنا اللي كنحميو الوطن. راه باش الوطن باش كيتحمى بالافراد ديالها، فهمتيني ولا لا؟ هذوك حنا خصنا ما نسكتوش على الحاجه اللي هي، او كاين شي حاجه نقدر نسكتو على شي حاجه تهرست، شي حاجه مثلا طوموبيل درت انا وياك سيده، موقع شي حاجه لا فيا ولا فيك، غير حديد ماشي مشكل، الله يسامح، يعني غادي نساعده. ولكن شي حاجه اخرى ابارسا لا، الصحه لا، التغذيه لا، التعليم لا، هادو اساسيات اللي خصنا ما خصناش نفرطوا فيهم كيف ما بغى يكون الحال، ولو يعني باستماته، ولو الانسان يموت هذا الشيء ما ينفرش فيه. علاش؟ لان ماشي غير انا بوحدي، راه كاين ولادي، راه كاين جيل اخر غادي يجي، وانا خصني نوجد ليه، واخا نموت انا ماشي مشكل،
ولكن الجيل اللي جاي يكون القضيه مزيان. هكاك حتى الثوره الاوروبيه ولا الفرنسيه ولا داكشي، الثوره الاوروبيه ولا الفرنسيه راه هكاك باش طلعوا، راه الناس كافحوا ودافعوا وماتوا باش ولاو هما واحد لو نيفو، هما ماشي احسن منا، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين في قناه اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.